السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. قبل ما نبدأ هذه الفيديو، حبيت نقدم أحر التعازي للإنسانية ولمعارف وأقارب وعائلات الضحايا الأبرياء، ضحايا الإرهاب بصفة عامة، من أول ظهور الإنسانية إلى يومنا الحاضر وفي المستقبل. في الحقيقة هذه الفيديو هي باش تكون طويلة شوية، وباش تكون على 3 مراحل. المرحلة الأولى باش نعرف أو باش نوضح نقطتين مهمين، ثم باش نتكلم عن الإرهاب بصفة عامة وتعريفها، ثم أتكلم عن آفة العصر الحالي اللي هي الإرهاب الإسلامي وكيفاش يمكن نواجهه. إذا نبدأ بالنقط اللي نحب نوضحها. النقطة الأولى هي أن أي خبر سواء في التاريخ أو في الحاضر نسمعه ولا نقراه، يجب أن تعلم أن فيه جانب من الحقيقة وجانب من الباطل. بغض النظر هل أنت اعتبرته حقيقة أم باطل، تأكد من حاجة، أن هذا الخبر ماهوش كما تتصوره أنت. يعني التعصب لمعلومة أو فكرة أو خبر على أساس أنه حقيقة مطلقة أو باطل مطلق هو في الحقيقة الجهل. جهل بالواقع وجهل بالمعرفة الإنسانية. ما نجمش ناخذ أي فكرة ونقول هي باطل كلها ونتعصب لها. هذا التصرف لا يمكن أن نسميه تصرف إنسان متحضر. بغض النظر هل في الحقيقة هناك باطل متعمد أم باطل غير متعمد، أو فيما يسمى الغير الحقيقة أو الباطل، هل هناك حقيقة متعمدة أم غير متعمدة؟ احنا علاش إنسان؟ احنا إنسان باش نكونوا مرنين في التصرف نتاعنا مع كل شيء. ما نجمش نجي نقول هذاك الإنسان خايب 100% أو هذاك الإنسان كذاب 100%. لا، هذا فيما يخص الفرد أو الشعوب أو المجموعات أو حتى الإيديولوجية. إذن هذا هو سبب التعصب، أني ناخذ حاجة على أساس أنها حقيقة مطلقة، سواء كانت حقيقة باهية ولا خايبة. وهذا الغلط اللي يوقع فيه ياسر من الناس مع الأسف، تلقاه ينظر للآخر أو الإيديولوجية الأخرى على أساس أنها شيطان، أو ينظر إليها على أساس أنها ملائكة ورب ومعصومة عن الخطأ. وهنا يقع الخلاف بين الإنسان ويقع التعصب ويقع الإرهاب. من طبيعة الإنسان الإنساني المتحضر أن يكون هادئ وأن يكون يميز وأن لا يتسرع وأن لا يحكم في المطلق. هذه النقطة الأولى. علاش أنا ذكرت هذه النقطة؟
ذكرت هذه النقطة على خاطر في الفترة الأخيرة وصلتني كثير من الرسائل والتعليقات، يقولوا لي يا كريم شبيك وليت متسامح مع الإسلام وعلى المسلمين. طبعا هما عندهم الحق يسألوا هذا السؤال على خاطر ما يعرفونيش شخصيا، كان جاو يعرفوني شخصيا ما يسألوش هذا السؤال، وإنما يعرفوني من خلال الفيديوهات متاعي، والفيديوهات متاعي نقدها على حسب الوضع والموضوع اللي نطرحه. في فترة يجب أن أنقد الإسلام، أنقد الإسلام. في فترة أخرى لازمني ننقد حاجة أخرى، ننقد حاجة أخرى. إذن أنا مانيش ملزم باش نكون على خط واحد، فما حاجات باهية في كل الإيديولوجيات وفما حاجات خايبة في كل الإيديولوجيات. طبعا هؤلاء الأشخاص أغلبهم نجم نقول ما يعرفونيش، وقتها نحكي معاهم ونحاول باش نفهمهم وجهة نظري يفهموا، ما فما حتى مشكل. ولكن فما جانب آخر من الأشخاص، يعني نجم نقول العقول متاعهم والفكر متاعهم معبي بالكره والحقد ضد الإسلام ولا ضد أي إيديولوجية أخرى. إذن عندهم غشاوة على عينيهم، يحبوا يسمعوا اللي يحبوا يسمعوه. نقول لهم راني أنا نقول في الأفكار متاعي مش باش نرضيكم انتوما، أنا منحب نرضي حتى إنسان، أنا نعبر على أفكار توصلت ليها واللي يمكن يوافقني فيها الكثير منكم، ويمكن منكم من يفهمها ويستوعبها ويعيها. أما هؤلاء الأشخاص اللي قلوبهم كلها حقد، نقول قلوب يعني بالمعنى المطلق، يعني عقولهم وإحساسهم ووعيهم الكل كره، ما فيهش جرام واحد من الحب ومن الإنسانية، فهؤلاء في الحقيقة لا أجيبهم، لأنهم يجبهم أن يتخلصوا أول شيء من الحقد متاعهم ويصلوا إلى مرتبة التحضر والإنسانية، ثم بعد ذلك يمكن يعني نحكي معاهم ونوضح لهم وجهة نظري علاش أنا ما عنديش الأسلوب متاع الحقد ضد الإسلام. نجم نقول لكم ونأكد لكم نتيجة إلى تاريخي يعني الإسلامي، أن 80% من الأصدقاء متاعي المقربين مسلمين بل إسلاميين، وما عندي معاهم حتى خلاف، طبعا خلاف في الأفكار، أما في التعامل الإنساني ما عنديش معاهم خلاف، يفهموني. بالنسبة للادينيين والملحدين طبعا عندي أصدقاء أحترمهم ونقدرهم رغم أن يخالفوني في بعض الأشياء ونخالفهم في بعض الأشياء، ولكن أغلب اللادينيين ما عنديش معاهم كما قرب، لأن مع الأسف في العالم الإسلامي بين قوسين بتاعنا الملحدين أو اللادينيين يغلب عليهم الحقد والكره للإسلام، هذاك علاش منجموش يشوفوا بعيد. كان جاو يفكروا شوية بعقولهم شنو هو الهدف متاعنا احنا بصفة عامة اللادينيين، هل الهدف متاعنا توعية شعوبنا ام الهدف متاعنا اخراجهم من الاسلام، هل الهدف متاعنا نحبوهم يخموا ويفكروا ام الهدف متاعنا نحبوهم يبعدوا عن الإسلام كلياً
ويكرهوا الإسلام ويتعبى قلبهم حقد وكره ضد الإسلام. وأنا قلتها قدش من مرة، بعض الأشخاص يتصل بي يقول لي أنا ما نجمش نقول لعائلتي وما نجمش كذا وما نجمش نقول لأقاربي. ونقول له المشكلة أنت مش ما تنجمش تقول لهم، أنت تحبهم يوليوا كيفك. لا، مش هذا المطلوب. المطلوب انهم يقبلوك كما انت، وانت تقبلهم كما هما. شيء طبيعي، انت من الاول وتتحكي مع ابوك ولا مع امك ولا مع اصحابك تمشي لهم مباشره بالهجوم وتحقرهم. كيفاش تحبهم يقبلوك؟ انت بيدك تكرههم، تكره عقيدتهم. شيء طبيعي هما باش يعملوا ردة فعل مخالفة، يقولوا هذا الإنسان ما عادش محترم. إذا أنت كلاديني أو كملحد، أنا نشوف أن المطلوب منك مش أنك تخرجهم على العقيدة بتاعهم أو على أسلوب عيشهم، وإنما أنهم يقبلوا أسلوب عايشة. إذن هذه النقطة اللي حبيت نقولها. هذاك علاش الأشخاص اللي يبعثوا لي مساجات رسائل ولا يكتبوا تعليقات ويقولوا لي يا كريم شبيك هكا وليت مع الإسلام وشبيك باش ترجع للإسلام وغيرها من العبارات اللي ما عندها حتى معنى بالنسبة لي، أنا نقول لهم تلهاو بحوايجكم. كان فهمتوني فهمتوني، كان تحبوا تفهموني أنا نجاوبكم، أما كان تحبوني أنا نتكلم كيما تحبوا انتوما تتكلموا، نقول لكم لا لا لا. امشي واعملوا فيديو وعبروا على أفكاركم وعبروا على حقدكم وعلى كرهكم، أما مش أنا نقول اللي انتوما ما كنتمش قادرين حتى باش تقولوه، هذا مستحيل. المهم خلينا نتكلم على الموضوع متاعنا اللي هو الإرهاب الإسلامي، ونحاولوا باش نشخصه ونعطيه الحلول لمواجهته. ولكن كما قلت لكم قبل ما نتكلم على الإرهاب الإسلامي، خطر توا في الوقت الحاضر الإرهاب الإسلامي هو اللي طاغي على كل شيء. إذن وقت نقولوا إرهاب نقولوا مباشرة إسلام، هل هذه حقيقة؟ أنا باش نشوفوه خلال هذه الفيديو. أول سؤال يطرح، ما هو الإرهاب؟ الإرهاب هو كل شيء يحدث الخوف والرعب والفوضى، سواء كان إرهاب طبيعي أو إنساني. هذا هو الإرهاب، يعني فعل أو تصرف يرهب الآخر، يصدر من مجموعة أو شخص أو شيء تخلي الطرف المقابل يخاف ويترعب ويتربك وتوقع فيه فوضى. هذا هو تعريف الإرهاب بصفة عامة. السؤال الثاني، شنو هو أنواع الإرهاب؟ لو نشوفوا نلقاو أن هناك نوعين من الإرهاب. طبعا نتكلم أنا انطلاق من المنظومة والمفهوم الإنساني، يعني احنا البشر كيفاش نفهم الأمور. هناك الإرهاب الطبيعي. الإرهاب الطبيعي مثل الزلازل، الشهاب، الحرائق اللي توقع بسبب الحرارة، الفيضانات، كل هذه الأمور تعتبر إرهاب طبيعي.
هذا الإرهاب الطبيعي موجود من أول وجود الكون والوجود، وسوف يتواصل إلى آخر المطاف دائما، لأن الكون قائم على صراع. طبعا بغض النظر هل هذا الإرهاب صادر بوعي أو غير وعي، سواء وعي داخلي أو وعي خارجي، يعتبر إرهاب. وقت يوقع زلزال ولا كارثة طبيعية ترعب كل شيء. القول أن هذا الإرهاب صادر عن قوة خارجية اللي نسميها رب أو إله، هذه مصيبة. يعني هذا الرب أو هذا الإله يعتبر إرهابي ومجرم. وقت يجي دين من الأديان يحكي على طوفان نوح مثلا ويقول إنه صادر من رب ويؤمن بهذا الرب، إذن هذا الدين بحد ذاته يؤمن برب إرهابي. أو يجي يقول لك مثلا الصيحة أو قوم لوط كيفاش قلب بهم الأرض، إذن الفكرة هذه بحد ذاتها إن الرب هو الذي يمارس الإرهاب بوعي، هذه مصيبة كبيرة. والشخص اللي يؤمن برب إرهابي هو في التركيبة العقلية متاعه والنفسية لازم يكون إرهابي. كما يقال إن كان رب البيت بالدف ضارب فلا تلومن بقية أهل البيت أو الدار إن كانوا بالرقص مولعين. كان الرب اللي تؤمن به يعمل هو الكوارث الطبيعية والزلازل والفيضانات والأعاصير والرياح، إذن ما تلومش واحد يؤمن بهذا الرب أنه لا يكون إرهابي مدام ربه إرهابي. أما لو قلنا إن هذا الإرهاب يصدر عن وعي للكون فهذا أيضا يسمى إرهاب. لو اللي يحدث الزلزال أو الفيضانات يكون الماء واعي شنو قاعد يعمل، هذه مشكلة. يولي هو بيده هذا الفيضان أو هذا الزلزال هو بيده إرهابي. المهم احنا هذا مش موضوعنا. أما اللي حبيت أقول إن الإنسان منذ وجوده ووصوله إلى درجة الوعي فهو يحارب هذا الإرهاب الطبيعي. في فترة من فترات الإنسانية كان يستسلم ويعتبر إن هذه الكوارث صادرة من قوة أقوى منه، لكن اليوم وفي المستقبل الإنسان واقف ضد هذا الإرهاب الطبيعي ولازم يعمل كل الوسائل من أجل التقليل من المضار بتاعه على الإنسان وعلى الطبيعة، وهذا واجب. يعني احنا بنجيو نشوفوا وزير من أحد الدول الإسلامية يقول قضاء وقدر أو هذيك المصيبة أو الكارثة وقعت لأن كذا وكذا وكذا، هذه قمة الجهل. وأي إنسان يؤمن بهذه الفكرة فهو فيه مزروعة بذرة الإرهاب. انتم شوفوا اليابان كيفاش تواجه الزلازل والأعاصير والدول الأوروبية وغيرها. إذن من واجب الإنسان أن يحارب الإرهاب، هذا واجب بصفة عامة. احنا نتكلم توا على الإرهاب الطبيعي، لازم الإنسان أن يستعد لمحاربة هذا الإرهاب. طبعا كما قلت لكم هذا مش موضوعنا، الإرهاب الطبيعي ماهوش موضوعنا.
اللي يهمنا هو النوع الثاني من الإرهاب اللي نسميه الإرهاب البشري. علاش نسميه الإرهاب البشري وما نسميهش الإرهاب الإنساني؟ لأن أعتبر أن الإنسانية هي قمة البشرية. فما فرق من بين تكون بشر ومن بين تكون إنسان. الإنسان هو فكر وعقل ووعي. إذا نجم نقول اللي البشرية هي النوعية اللي هي كما تعرفوا تنتمي لعالم الحيوان والأحياء والوجود بصفة عامة. إذا هذاك علاش نستعمل كلمة بشر. الإرهاب البشري هو الذي يهمنا هنا، سواء يقوم به فرد أو مجموعة، عن وعي أو دون وعي. فلهذا لازمنا نعرف شنو الإرهاب البشري. الإرهاب البشري هو كل فعل أو لفظ أو حتى تفكير عن وعي أو دون وعي، عن قصد أو دون قصد، فرد أو أكثر من فرد الهدف منه إيذاء الآخر وإرهابه وجعله في حالة رعب وخوف وفوضى ودمع، سواء كان الطرف المقابل بشر أو حيوان أو نبات أو حتى طبيعة. طبعا هذا الإرهاب البشري بصفة عامة. شنو تلاحظوا؟ تلاحظوا إن الإرهاب البشري لا يقتصر على الفعل، بل حتى على الفكر، بل الفعل يصدر من الفكر. لهذا نجم نقول إن الإرهاب البشري فكري في الدرجة الأولى، سواء انتقل إلى عمل أو اقتصر على كلام أو كان مجرد تفكير. لهذا قل الإيمان برب يعمل الكوارث الطبيعية أو له جنة ونار، هذا الشخص تفكيره إرهابي لأنه يؤمن برب إرهابي. طبعا الإرهاب البشري كما قلت لكم ضد الطبيعة وضد النبات وضد الحيوان، هذا موضوع معناتها ما نجموش نطرحوه الآن، لأن موضوع هذا قمة الإنسانية. وقت المعري يقول أنا ما ناكلش العسل وما ناكلش البيض لكي لا أزعج الحيوان ولا أرهب الحيوان، هذه قمة الإنسانية، قمة الإنسانية. احنا مازلنا ما وصلناش. طبعا فما هناك دول يعني بدأت تحسن طريقة تعاملها مع الطبيعة ومع النبات. إنسان يبدأ ماشي في الطريق يلقى شجرة يكسرها، هذا إرهاب، ولا يلقى حيوان يضربه، هذا إرهاب. وما نتكلمش على قتل الحيوان من أجل الأكل. طبعا أنا كما قلت لكم ما نحبش ندخل في التفاصيل هذه، لأن هذا ليس موضوعنا، وما زالت الإنسانية بصفة عامة بعيدة على هذا التفكير الراقي اللي نسميه تفكير إنساني. إذن الحديث عن الإرهاب ضد من هم غير بشر ما هوش موضوعنا، وخلينا في الإرهاب اللي يصدر من البشر ضد البشر. إذن الإرهاب البشري ضد البشر، هناك نوعين من الإرهاب البشري ضد البشر. هناك ما نطلق عليه الإرهاب المشروع،
وهو إرهاب الحروب والدول ضد من يعارضها أو يخالف القانون، وإرهاب أجهزة الدولة والأمن. كل هذا إرهاب. وقتها القانون تاع دولة يهدد من يفعل كذا بالسجن أو بالإعدام أو كذا، أو عندما شخص من الدولة أو البوليس يعني يحدث الرعب في المواطن فرد أو جماعات، هذا إرهاب. ولكن هذا يعتبر عند التفكير الإنساني إرهاب مشروع، رغم اللي هناك عدة دول تطورت في هذه المسائل. تطورت، يعني وقت تشوف بوليسي أو جندي ترتاح لأنها تعرف إنها باش يحميك. لكن هذا الحال مع الأسف ليس في الدول متاعنا. احنا نعرفوا في الدول متاعنا الدولة أو البوليس أو الجيش هو إرهابي في طريقة كلامه، في طريقة تصرفه، في طريقة التعامل معاك، بل حتى أجهزة الدولة والإدارات مش تمشي تطلع ورقة كأنك ماشي لي معناتها شنو باش تعمل، تبدأ خايف، خايف على روحك، حتى باش تمشي تطلب عمل تبدأ خايف. هذا الكل يدخل في الإرهاب. طبعا الدول المتقدمة والمتحضرة والإنسانية أصبح هذا الشيء أقل يوم بعد يوم، ولكن رغم ذلك لازم نقوله اللي الدول اللي ما زالت تفكر في الحروب واللي تصنع في السلاح مهما كانت هي تعتبر دول إرهابية. يعني هذا إرهاب، الجيش إرهاب، الانتماء للجيش من أجل الحروب هو إرهاب، والشخص إرهابي، الجندي بالنسبة لي إرهابي. الدول اللي تحضرت أصبح الجيش من أجل التدخل في الكوارث الطبيعية، مقدمة المساعدات الإنسانية، يعني هذا هو الإنسان. مش تدخل للجيش باش تقتل، باش تحارب. شوف الجيوش متاعنا، شوف الأمن متاعنا، شوف الإدارات متاعنا، الكل تفكيرها إرهابي. هذاك علاش نقول لكم للمستقبل الدول الإنسانية هي الدول اللي ما عندهاش جيش. مفهوم جيش من أجل حروب ومن أجل محاربة الإنسان لأخيه الإنسان. الجيش يمكن أن يحمينا من الكوارث، يحمينا يمكن من قوى خارجية، ولكن ليس قتل أخوه الإنسان. هذا إرهاب. ولكن الآن في الوقت الحاضر مع الأسف مازلنا نعتبر اللي هذا الإرهاب مشروع. إذن الإرهاب الغير مشروع هو الإرهاب الذي يمارس ضد المدنيين المسالمين. أنواع الإرهاب الغير مشروع ثلاثة. النوع الأول هو جهاز مشروع يقوم بإرهاب ضد مدنيين، مثلا الجيش أو البوليس أو أجهزة الدولة هي جهاز مشروع، ولكن يمارس الإرهاب ضد مدنيين. طب الجندي لازم يحارب مع الجندي، يرهب الجندي الآخر، هذا مشروع. أما الجندي لو يرهب مواطن أعزل مهما كان، شيخ أو امرأة أو طفل، فهذا إرهاب غير مشروع، رغم اللي قام به مشروع. أو حتى البوليسي وقت يصيح ويعيط ويضرب والتعذيب في السجون،
هذا يعاقب عليه القانون الدولي، لأن يجب أن تعامل المدني كمدني، ويجب أن تحميه. إذن الجندي الذي يرتكب أعمال إرهابية سوى ضد مدنيه أو مدنيين العدو يعتبر إرهاب غير مشروع. هذا النوع الأول من الإرهاب، وهو كما قلت لكم المحاكم الدولية تعاقب عليه جينوسيد مهما كان. حتى البوليسي ما عندوش الحق يصيح على المواطن أو أجهزة الدولة ولا يقوموا بالتعذيب، ما عندوش الحق. ولكن طبعا في الدول متاعنا هذا أمر عادي ويعتبر مشروع، لأن الدول متاعنا ما تحترمش القوانين الدولية. احنا مازلنا بعاد على بقية الإنسانية. هذا النوع الأول من الإرهاب. أما النوع الثاني من الإرهاب الغير مشروع، هو الإرهاب الذي يمارسه فرد ضد مدنيين نتيجة خلل عقلي. إنسان هبل في مخه، تسطى، خرج من مخه، عمل تصرف أرهب به الآخرين، سواء فرد أو حتى شخص يرهب أولاده. أما هو عنده خلل عقلي أو يرهب مرته أما عنده خلل عقلي، هذا يمشي يتعالج. هذا إرهاب يعتبر غير مشروع، ولكن صادر من شخص عنده خلل عقلي. إذن الأول هو إرهاب بتاع جهاز مشروع أو شخص عنده سلطة يمارسه ضد المدنيين، هذا يعاقب عليه القانون الدولي. والنوع الثاني هو أن الإنسان عنده خلل عقلي، هنا يعالج. أما الإرهاب الثالث هو الذي يمارسه فرد أو مجموعة ضد شخص أو مجموعة بدافع إيديولوجي فكري، وهذا الذي يهمنا هنا. الإرهاب الإيديولوجي، هناك أنواع من الإرهاب الإيديولوجي. هناك الإرهاب الإيديولوجي السياسي، سواء كان قومي أو وطني أو عرقي، هذا الكل يعتبر إرهاب إيديولوجي. الإرهاب الشيوعي هو إرهاب إيديولوجي. الإرهاب الرأسمالي هذا يعتبر إرهاب رأسمالي. طبعا هذا النوع من الإرهاب نجم نقوله الآن ما عادش موجود ياسر، ميمثلش قوة كبيرة. يمكن في مثلا الحرب العالمية الثانية، قبل في التاريخ كان هناك شعوب تبيد شعوب. أوروبا مارست الإرهاب الإيديولوجي في الاستعمارات بتاعها، أبادت الهنود الحمر، أكبر إبادة في التاريخ الإنساني. يعني قارة كاملة تم إفراخها. الإرهاب ضد الأفارقة السود في إفريقيا وأخذهم عبيد، هذا إرهاب إيديولوجي سياسي من أجل التوسع. كل الإمبراطوريات اللي قامت في التاريخ قامت بإرهاب إيديولوجي سياسي، سواء روما سواء بيزنطة، الكل. هذا النوع الأول من الإرهاب الإيديولوجي. أما النوع الثاني من الإرهاب الإيديولوجي هو الإرهاب الإيديولوجي العقائدي الديني، وهذا الذي يهمنا نعم، حيث إن اليوم في الوقت الحاضر وفي المستقبل 90% من الإرهاب الإيديولوجي الذي يقوم ويحدث فوق هذه الأرض من بشر ضد بشر
هو إرهاب إيديولوجي ديني، وعشرة في المئة هاو هذا عنصري، هاو هذا معناتها بدافع سياسي أو بدافع قومي أو بدافع وطني، يقوم بعملية إرهابية مرة بعد قداش. وطبعا هذا الكل معناتها يعتبر إرهاب، ولكن في الوقت الحاضر 90% من الإرهاب الإيديولوجي هو ديني. إذن نحكيه على الإرهاب الإيديولوجي الديني اللي هو موضوعنا. أولا، عبر التاريخ عرفنا كثير من أنواع الإرهاب الإيديولوجي، خاصة في 3000 سنة الفارطة إلى اليوم. وآخر إرهاب قضت عليه الإنسانية هو الإرهاب الإيديولوجي المسيحي. واللي تعرفوا معناتها شنو عملت الكنيسة في أوروبا حتى تم القضاء عليه كليا. أما الإرهاب الإيديولوجي اليهودي ضد شعب كنعان، هذايا أيضا فترة من التاريخ وقع إرهاب إيديولوجي يهودي. والإرهاب الإيديولوجي الزردشتي اللي هو نوعا ما إرهاب إيديولوجي شرعي، لأن الزردشتية كانت تحت سلطة دولة إمبراطورية فارسية. لأن الإرهاب الإيديولوجي تو نشوفه من بعد، هناك إرهاب إيديولوجي شرعي وهناك إرهاب إيديولوجي غير شرعي. يعني تكون الدولة وأجهزة الدولة والجيش بتاع الدولة إيديولوجيا مربوطين بدين، وهناك حركات خارج الدولة ومتشبعة بالفكر العقائدي الديني وتقوم بعمليات إرهابية. إذا لو نعود للكتب الدينية كلها، سواء بين قوسين السماوية أو حتى القديمة أو الفيدية أو حتى الديانات الأوروبية القديمة الأسطورية، نلقاها مليئة بالإرهاب، مليئة بإرهاب الآلهة مع الآلهة، وإرهاب يعني فظيع، يعني إرهاب آلهة، إله يرهب إله آخر عن طريق إرهاب من يؤمن بالإله الآخر، عن طريق أساطير وكوارث طبيعية وغيرها. إذن الثقافة الفكرية الإنسانية الأسطورية والدينية مليئة بالإرهاب، بل يمكن نقول اللي ما نفتحه حتى كتاب قديم ديني أو عقائدي إلا تلقى جميع أنواع الإرهاب. أبسط إرهاب هو الإرهاب بعد الموت بالجنة والنار، أبسط إرهاب هو الإرهاب بعد الموت بالعقاب الإلهي، بالجحيم، بالنار، بعذاب القبر. هذا أبسط إرهاب، فيما بالك بالإرهاب المعنوي اللي موجود في هذه الكتب، ويعتبر ذلك الشخص منبوذ ومكروه وملعون. وطبعا الإرهاب اللفظي والإرهاب الفعلي، ما فماش كتاب ما فيهاش إرهاب من الكتب الدينية، كلها فيها إرهاب بجميع أنواعه. الفكر الديني بصفة عامة يقوم على فكر الإرهاب، حتى الفكر البوذي اللي هو ما تعتبر مسالم، بل الفكر البوذي يدعوك لقبول الإرهاب، ويصبح بالنسبة ليك الإرهاب هو الحقيقة الفعلية
إذن المسألة هذه واضحة،